السؤال الرابع والعشرون: كن مؤثر وأصل قيمة الرفق لتعالج سلوك صاحب عمل يظن أن الرفق ينقص من قدر الإنسان وعلامة على ضعفه، وذلك باستخدام أسلوب القرآن التربوي، حيث أمر الله تعالى موسى عليه السلام بالرفق مع فرعون مع أنه بلغ الغاية في التجبر والبطش، فقال سبحانه: ألف فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، باء فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، جيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. للمشاركة زوروا موقعنا على الفيسبوك.